في موضوع آخر، تقنيات ومنتجات جديدة لتصاميم وعروض خيالية نسمع عنها يوميا، لكن القليل فقط منها يأخذ مساحة من ذاكرتنا بسبب تميز العرض المدهش. والحال بالنسبة للعرض الذي شهده الحي الشعبي باب الواد ليلة أمس للفصول الأربعة على شجرة الأمل بتقنيات 3D. التقرير لزميلة إيمان فدوس. عاش الحي الشعبي كيتاني بالباب الواد ليلة أمس عرض للفصول الأربعة، حيث شهدت شجرة الأمل التي تعد من بين الثلاثة الموجودة في العالم عرض جميل بتقنية 3D أكسبها حلة جميلة، وهذا بمناسبة ليلة 21 من سبتمبر، ليلة وداع فصل الخريف واستقبال فصل الشتاء في حلته البيضاء. التكنولوجيا دي عيطولها مابينج 3D، وهذه ماشي اول مره اللي نديروها. درناها اول مره اول نوفمبر 2013 لي 59 انيفرسير تاع ديال الثوره، واليوم رانا عاودناها هنا في باب الواد في لا بروميير فوا في كارتي بوبولار. هذه التقنيه الابداعيه الجديده تعتمد بكل بساطه على اسقاط رسوم واشكال ثلاثيه الابعاد على المباني او الاجسام بابعاد يتم تحديدها مسبقا باستخدام اجهزه الاسقاط، ويتم اضافه مؤثرات فنيه من الاضاءه للتفاعل مع الجسم وتعطيه جماليه خاصه، كما يتم اضافه مؤثرات صوتيه ومقاطع موسيقيه. حاجه مليحه نوفل تكنولوجي دخلت لنا للجزائر، ان شاء الله يزيدوا يطوروا ويزيدوا يديروا لنا فايس ما اكثر ان شاء الله. اضاوي كيف خرجوا جو ملاح على الشجره وجات شابه بزاف وعجبتني. هذه التقنيه ممكن استخدامها ايضا في الحفلات الموسيقيه، في المسرح، في الديكور، وفي اي شيء اخر يخطر على ذهنك.